وهؤلاء هم قدامهم يعني بعض منهم ماشي كلهم الناس ديال الجمعية التصدى ذاك يحدي الآن تيقنسو كنشوفهم كنحمل المسؤولية يعني ما عمرو تشدو ولو عيطنا على الناس ديال الإدارة ديال المياه والغابة واخا جاو ها هو هربوها ومشاو ليهم علاش ما كيتشدوش هاد السنين حتى واحد منهم ما تشد هذا هو السؤال اللي مطروح كتعجب فيه أنا وشكرا أو يجب أن نشيب هذا الكاسة
قاموا قالوا ما كيبغيو لهم لا يمشوا. وزادوا بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين في القصر راه تنصا كيوليو كيجيزي ويولي راه فوسوفاج راه هما كيكونوا مسيرين ديال الوعيش كيديروا عمليه الاعمار كيتبعوا الوعيش كيعطوا الماكله كيشربوا نهار فرنسا كيطلبوا كيدير الكومبي ديالو يمشي ماشي راه كيخطف. هذا الشيء ما كاينش استجابه عربي هذا كي راه حق القصر الدوله اللي كاين حق القصر والميديا مفعوله بالنسبه لمصلحه المواطن في هذا الشيء ديال بيت القصر انا كنشوف من نظره المتواضعه ان مصلحه المواطن في بيت القصر لان بيت القصر راه كتساهم حتى في ديفلوبمون لوكال في التنميه المحليه المحميه ديال القصر اللي عقل فيها ثلاثه ديال الاساس على طول هما ثلاثه ديال العمليات بعدا عايشين فيها كيقوموا باعمال اجتماعيه بما ان هاد الناس هادو دايرين كراو يعني تاخذوا مسطره ولا تلجؤوا للمساطر القانونيه المعمول بها يعني لا حرج في هادشي هذا. السيد سول على باغي يعرف الكوتو ديال السلواب فين قصر علاش ما كانش البلايه يعني مسائل يعني على بال استفهام معينه يعني يعرف انا اعتقد ان المسائل فيها ما فيها بو وشي حاجه اللي اعود واقول بالنسبه للسؤال اللي كنت طرحته في الاول وغفقت بالنسبة لدفتر التحملات أن هذه الجمعيات هذو ما كيتبقوا منه والو خاصة في العدد ديال القناصة
اللي كي ينخطوا في هاد المستأجر أو هاد المحميات ديال القنص المستأجرة. ثانيا أنه داك الأعمال الاجتماعية راه ما كيديروا منها والو، ما كاين لا ترقان ما كيجيبوا لا دفاتير لا أدوات بالنسبة للتلاميذ، بالنسبة لذاك الشيء غير في الأول، ولكن في الآخر راه كيتملصوا من داك الشيء. ثانيا السؤال الأخير هو أنه غادي نعاود داكشي اللي قال السي مهند، هو انه هاد المستأجرات راه ماشي، بغينا نعرفوا يعني شحال عندهم الحق فاش من 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 هكتار، لان كنسمعوا انه 2500 هكتار، ولكن كتلاحظ انه كتوصل شي 5000 ولا 6000 ولا 7000، حتى واحد ما عارف، يعني مساحه شاسعه كتشد يعني بدون رقيب بدون حاسب. الله اعلم. شكرا. أعتذر عن تقصيري لهذا اللقاء التواصلي. هناك عدة تساؤلات أريد أن أطرحها، ومن ضمنها دور إدارة المياه والغابات حول السياق. لذا نرى أن هناك عدة محميات، وأنا متفق مع الإخوان ذكروا اسم أو جمعيات لتكرة أراضي، أنا متفق معهم الإخوان، ليس هناك أي حرج ما نذكرش أي جمعية قامت بكراء أراضي للقنص. مثلا هناك جمعيات لما احترمتش كناش تحملات حول حدود المحميات. هناك أراضي في هذا العام مسموح بها الصيد، ولكن مع الأسف جايين جمعيات وداروا فيهم لي بلاك وبحال لي بلاكا ديالهم. ثانيا السيد ممثل المياه والغابات، جميع الأقاليم كنشوفوا بأن كيعطيوهم الخرائط اللي مسموح عندهم فيها الصيد، ولكن أغلبية الصيادين هنا عندنا في الناظور كيعتمدوا إلا على الموقع ديال الجامعة الملكية المغربية للقنص، وكياخذوا من عندهم خرائط ولكن غير واضحة، ما الحدود ما باينينش. بالنسبة الإخوان لتذكروا بأن هناك البلاك اللي كيتحيدوا، هذا عمل تخريبي، هذا خصو يدير له الحد أو الحد لهاد الناس اللي كيقوموا بهذا الشيء. أي قطعة أي جمعية استأجرت أراضي خصها تحترم كلش تحمولة ديالها، ما كانش الاحترام ديال كلش تحمولة لأي جمعية اختارت الأخرى. وبالنسبه لكل استحمولات كذلك بالنسبه لتعمير الحاجات او الاعمال الاجتماعيه للساكنه، راه ما كنشوفوا حتى شي حاجه. جمعيه واحده هي اللي كتقوم بهذا الشيء ومعروفه عندنا في الاقليم، لا ما نبالغوا. وشكرا، اسمحوا لي الا جرات قلت شي حاجه ماشي هي. السلام عليكم. يا خويا عندك تعجب اللي انا مشتاقين لهذا الشيء، لان كيتلاقوا في السياره الجمعيات المسؤولين نتاع الغرب المغرب. نتخيل فينا ماشي الأكثرية فينا ما كيعرفش القانون نتاع الغرب. أولا مثلا لمن نعطي له الورقة ديالو؟ أني مثلا أجيني لي واحد أساس نتاع مثلا نظام الأوبيراسيون كيجيبوا لي أراضي مسويجة ولا أراضي الورق، هذه هو اللي ما كنعرفوش. نتخيل علاش سوا غادي كيما يقولوا مني يستوصلوا لي بالو
النفس نعرفو بالحق. ثانيا كتكون غادي كتعمل حتى يخرج معاك شي واحد يقول لي هذه راه محليه ماشي محليه قلتو هذه ماجوره كما قلت قبيله صحيح محليه واحده ماجوره واحده. حنا مازال ما عرفناش كيفاش نديرو سواء غادي يكون واحد الكتيب عند المياه والغابات اللي غادي يبين لنا الحق ديالنا مثلا كما قلت قبيله انا جبت شي واحد السؤال نتاع الزيتون واش عندو 3 شهور ولا 6 شهور ولا عام ولا 10 سنين باش يكون نسيدو فيه ولا 6 شهور المثمره هذه مازال حنا ما كنعرفوهاش لان ما كاينش واحد الكتيب اللي عندنا اللي يمكن لنا نشوفو فيه الا حد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء هذا الاجتماع اللي درناه يكون متداول مع جميع الجمعيات باش هما يوصلوا لنا الحاجه اللي كاينه جديده. مؤكدا لهذا الامر سنقول الى الاجوبه التي سترجم الجمله ان يسمع قيمه الصحافي والصحافي هجوم ولا ضرب ولا استعمال السلاح
كما تاخذوا في الصيف وكتسيدوا يجي يعملوا هذا الزواج الجراح ويجيبوا السياره الامريكا وياخذوا دور معك فالإدارة باش ما نضربش السيكولوجيا
الوحش انا خلصت تاخذ لي رخصه القنص باش نسيب الوحش اللي مسؤول عليه هي الاداره ديالها ولا لا. اظن انه غادي يدير واحد يعني ولا غادي يدير الكنيسه ديالها وغادي يدير القنص. في اعتقادي المتواضع ان مجمل يعني ما تدخل به الاخوان فيما يخص تحديات وامكانيات القنص هو ماشي الاعتراف على الملكيه في ذاتها وانما على طريقه تنظيمها وطريقه تسييرها وطريقه تفويضها. لان القنص ماشي شيء الا عندك تسيير القنص مثلا في الاقليم وعلى الملكيه 15 ملكيات وكل واحد فيها 10